اولا انا جد سعيده، اولا شكرا على الحضور ديالكم. انا جد سعيده بهذا التكريم، ولي الشرف انني نتكرم من طرف وزاره، من طرف النقابه المهنيه لدعم الفن المغربي ووزاره الثقافه. هذا تاج فوق راسي ووسام على صدري. كنبغي نقول لهم شكرا بزاف، وكنتشرف بهذا التتويج كنجمه الموضه والازياء. العلاقه ديالي كام مع بنياتها عزازين عليا بزاف. راكم ماما ابتسام دامهم كيقولوا لي الا وانا حنينه فيهم. حتى دنيا راه كنعتبرها بنتي، يعني الله يخليهم ليا. الله يخليها لماماها. بنية كتعيش سنها تبارك الله على ذكية. كنبغي نقول لها، كنبغي نقول للاله زكية الله يشفي لك جيهان والله يخليها لك يا رب. لا ما كاينش استغلال. انا تلاقيت معاها وشفتها كيفاش كتعامل معاها، حنينة بزاف. داكشي اللي كتبغي جيهان كديرو معاها، بالعكس انا كنشوفها ونعم الأم. اكيد دامها هذا غيساعدها في المسيره الفنيه ديالها. كنبغي نقول لها الله يوفقك، حتى هي الله يوفقها وان شاء الله الله يحقق لها جميع الامنيات ديالها. كنبغي نقول للشعب المغربي الله يدخل عليكم سنه 2024 بالامن والامان وبالصحه والسلامه والرزق، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه يا ربي. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.